مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من فيس اوف. في خبر مثير جدا على السوشيال ميديا، ناس كتير قعدت تشيره، ناس كتير استغربته، وفي ناس كتير برضو انا منهم كان عاجبني الخبر جدا. في صفحة من كتاب مكتوب فيها، محطوط صورة لسيدة المسرح اللي أنا بحبها جدا سميحة أيوب. ناس قالك إزاي يدرس الأطفال في المدارس عن الشخصيات دي. في ناس كانت معترضة، شايفين أنه ما ينفعش إن احنا ندرس ده في مادة دراسية، ولكن الخبر الحقيقي انه ده كان في كتاب انشطة، يعني كتاب احنا مش من المقررات الاساسية، دي حاجة زي الانشطة، ولكن مهم قوي ان الاطفال يعرفوا يعني ايه اعمدة الفن المصري. زي ما احنا برضو دايما بنفتخر مثلا بمحمد صلاح، زي ما بنفتخر بعبد الحليم وسعاد حسني وناس كتير قوي، مفروض برضو ان الاطفال بتوعنا يعرفوا الاعمدة الاساسية للمسرح، للغنى، للفن، للحاجات دي كلها. اشمعنا ما تضايقتوش لما أطفالكوا الصغيرين عمال بيحفظوا طول الوقت بيرددوا حاجات عن المهرجانات؟ ليه أنا عادي إن أنا ابني يردد كلمات أنا شايفاها مش مناسبة ليا والأهالي كتير قوي، واتضايقتوا إنه الأطفال عايزين يعرفوا أو عايزينهم يعرفوا يعني مين هي سيدة المسرح اللي مش بس مصر، لا الوطن العربي كله بيحبها وبيشهد لها بفنها وبذوقها وباحترامها وأدبها وانضباطها واجتهادها وتاريخ كبير قوي. متضايقين ليه؟ دي حاجة لازم تفتخروا بيها، دي حاجة لازم تشوفوا نفسكم بيها. لما الطفل يبقى هو صغير هو عارف لما يقعد وسط ناس مختلفي الجنسيات ويتذكر اسم سيدة المسرح يبقى عارف مين سيدة المسرح العربي. دلوقتي بتظهر قدامنا على الشاشة الصفحة اللي من كتاب الصف السادس الابتدائي اللي انتشرت بشكل كبير قوي على فيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دلوقتي معانا مداخلة من سيدة المسرح العربي اللي أنا بحبها جدا، أستاذة سميحة أيوب. مساء الخير. أهلا، مساء الخير. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. أنا من الناس المبسوطة قوي قوي إن حضرتك أصلاً لله. لازم كل الناس مش بس في مصر والوطن العربي كله يعرفوا حضرتك ويعرفوا مين هي أستاذة المسرح العربي. عايزة أعرف رأي حضرتك وتقبلتي ده إزاي؟ يعني أنا رأيي إن أنا تقبلته لأن أنا اتبسطت، مش علشان أنا صرت هتطلع، لا، لأن الأفكار اتغيرت، لأن حصل تحضر في الأفكار. صحيح. حصل تقدم في الأفكار طبعاً. إن إحنا بنتقدم، ما بنجيبش الحفريات ونتكلم عنها. إحنا أولادنا لازم يعرفوا مين اللي عايشين معاهم طبعاً. ومين اللي كانوا عايشين معاهم ومين مستقبلا هيعيش معاهم. يعني أسلق صدري إن مجموعة كبيرة من الجماهير رحبت جدا جدا جدا. صحيح. لكن إذا كان أقلية يعني رفضوا الحكاية، فالمسألة عادية، دي ترجع لهم ولتفكيرهم. ولكن احنا ما بنتفقش كلنا على طبعاً حاجة طبعاً، واخد بالك؟ لكن السواد الأعظم سعيد. فأنا سعيدة بسعادته وسعيدة بالتفكير المتقدم المتحضر في التربية والتعليم. صحيح طبعاً، ولكن هي الأكثرية بعد ما, 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 ما المسرح المدرسي يعني اتقفل خالص وما أصبحش فيه منفذ للشباب وأطفالنا أو شبابنا يعرفوا مين مؤلف موسيقي ومين فنان تشكيلي ومين فنان مسرح ومين 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 إلى آخر روافدنا العظيمة طبعا اللي بتغير وجدان الشعوب. صحيح. فلازم يعرفوا. طيب استاذة وحقهم رجع لهم الحقيقة. صحيح طبعا. هل في بعض المعلومات المكتوبة في الكتاب ما كنتيش راضي عنها أو حاسة أن هي لازم تتعدل؟ لا أبدا، من لا. المعلومات كلها كانت معلومات لا. صحيحة، يعني المعلومات كويسة. اللهم إن يعني المعهد بدل ما يبقى معهد فنون مسرحية معهد السينما، ودي غلطة مطبعية
طيب في فئة كبيرة جدا أستاذة سميحة كانت معدة وحابين أنه برضو كل الناس تعرف أعمدة الفن المصري، مين حضرتك شايفة أنه ممكن ينضم لحضرتك والناس لازم تعرفه؟ طبعا هي أسماء يعني كتير قوي، حاليا في أسماء كتير قوي قوي قوي، وأنا أخشى أقول اسم أغفل اسم تاني، فده راجع لنفس اللجنة اللي بترشح مين يبقى. طيب عايزه اقول لحضرتك ربنا يديكي طولة العمر والصحه ويخليكي لينا يا رب، واللي عايزه اقوله لك انه نسبه كبيره قوي من الناس المثقفه هي اللي كانت مؤيده لده، يعني ناس طبعا كتير كانوا الناس اللي بتشير الحاجات دي ناس مثقفه وبجد هي فاهمه وعارفه قيمه حضرتك. أيوة فزي ما حضرتك قلتي ان هي اقليه، ودايما احنا بنشوف الحاجه الايجابيه مش لازم لا يعني ما اصل ما اتفقناش على اي حاجه، كلنا ما فيش حد بيتفق، دول يعني بيختلفوا في الأديان. طبعا يعني تفوتي لكن تشوفي السواد الأعظم كان سعيد صحيح، وحتى الفكرة جميلة، الفكرة تسعدك صحيح يعني. الحمد لله الحمد لله. شكرا جدا لذوق حضرتك والاتصال والمداخلة دي. زي ما حضراتكم سمعتوا لازم كل الناس تعرف أعمدة الفن المصري، مش بس في الفن، لا في الثقافة، في الكورة، زي ما بنهتم في الكورة لازم نهتم في الفنانين والناس المحترمين اللي كان ليهم بصمة كبيرة جدا في مصر وفي الوطن العربي. ربنا يديكي طولة العمر والصحة أستاذة سميحة أيوب. خليني أنتقل للخبر الثاني. برضو كان في خبر يعني عمل أزمة الفترة اللي فاتت، كلنا سمعنا عن نيرة أشرف الجريمة اللي حصلت، ومن بعدها بقى في كل كام يوم نشوف في بنوتة تعرضت إما لتهديد أو قتل أو. في البداية أنا لازم أعرفكم الإعلام لما بيتكلم عن ده أو لما أنا أتكلم أو لما أستاذ غيري يتكلم، إحنا لما بنتكلم إحنا بنحط سبوت على حاجة بغاية التنويه. التنويه إنك انت لو تعرضتي للابتزاز، لو تعرضتي للتهديد، لو من الاول لازم ان انت تاخدي قرار ان انت تروحي وتشتكي وتقولي انا تعرضت لكذا كذا كذا، عشان احنا في دولة تحترم القانون وهتجيب لك حقك لغاية عندك، ما نستناش المصيبة تحصل وبعد كده ننشرها. بس عشان في ناس كتير قوي بتقولك ايه انتوا ازاي بتغطوا الحاجات دي، دي حاجات بتبين قد ايه احنا مثلا شعب عندنا قتل عندنا وعندنا. اللي قدامنا دلوقتي على الشاشة بنوتة اسمها نورهان، هي اصلا بتشتغل في جامعة القاهرة في كلية الاثار. اللي حصل ان هي اتقتلت عشان هو اللي يقال، احنا النهاردة هنعرف الحقيقة وهنعرف ايه اللي حصل بالظبط. اللي حصل انه يقال انه الراجل او الشاب اللي قتلها كان في بينه وبينها انه كان هو معجب بيها وهي ما كانتش عايزة تتجوزه، يعني حاجة مشابهة لنيرة. ولكن احنا النهاردة هنعرف بالتفاصيل اللي حصل، عشان في حاجات تانية وفي ناس تانية يقال انه لأ، هي كان في هو حادثة عملها في الجامعة او خناقة حصلت وهي شهدت انه هو مذنب وهو مخطئ، فبسبب ان هي شهدت فهو خد سجن لمدة يمكن سنة وبعد كده خرج. عايزين نعرف التفاصيل دي اكتر دلوقتي من دكتورة شيماء الحضري، هي صاحبة وزميلة نورهان الله يرحمها. الو الو، مساء الخير. مساء النور. طبعا انا احنا بالاول لازم نقول لك البقاء لله، وانا اسفه جدا احنا برضو انت بظرف، انا عارفه ان انت مش يمكن قادره ان انت تتكلمي، ولكن برضو يا شيماء لازم الناس تعرف الحقيقه، عشان انت اكيد شفتي انه يقال انه هو كان معجب بيها و اقاويل كتير. ممكن نعرف الحقيقه فين؟ هو اولا ربنا يرحمها يا رب. امين يا رب. ان شاء الله من الشهداء باذن الله. امين يا رب. هو اللي بيتقال ده والله كذب وافتراء والله، ومفيش الكلام ده خالص. مفيش، هو ما كانش معجب بيها خالص؟ مفيش الكلام ده خالص، ولا اعجاب ولا تقدم لها، وده افتراء والله، وهيتحاسب، وكل اللي قال طبعا إفاعة وكلمة عليها غلط هيتحاسب. طبعا اللي حصل ان هو كان في خناق مشادة ما بينه وما بين المدير في الشغل في العمل عند النورهان.
وهي المدير طلب شهادة نورهان، وهي شهدت شهدت باللي حصل. عشان هي كانت شاهده على الموقف اللي حصل، علشان هي كانت حاضره الموقف. يعني هي عشان قالت الحق فيها ضميرها، هي شهدت بالحقيقه. يعني هي عشان قالت الحقيقه هي اتقتلت. هو فضل بقى العداوه بدات من الوقت ده، اللي يتوعد لها ويهددها، وراح حرق لها العربيه كمان، وعملت مصدر واتحكم عليه 3 شهور وغرامه 100,000 جنيه، وهي اللي اتحايلت على باباها ان هم يتنازلوا عن 100,000 جنيه، علشان هي عارفه حاله اهله، لان باباها راح لاهله هناك في المرج وقعد معاهم واتكلم معاهم وحاول يحل ودي كتير جدا. بس كلامك يا شيماء بيقول ان هو سلوكه اصلا غير متوازن وراجل غير طبيعي، صح؟ ما هو اكيد حد بيعمل الحاجات دي بقى، هو اكيد كده. ما هو يعني ما فيش حد طبيعي وعاقل يعمل الكلام ده. يعني المشكلة ابتدت من لما نورهان شهدت شهادة حق. الحقيقة هي مش شهدت عليه أو على غيره، هي شهدت بالحق باللي حصل، وقال لها زي ما أذيتيني أنا هأذيكي. طيب مين اللي طلع كلام إنه هو تقدم لها قبل كده؟ هل أسرته اللي قالت كده؟ أكيد، يعني كل حد عايز يعمل خبر يطرقع ويبقى ترند لازم يقلد. لازم، إحنا بقينا خلاص، هو المجتمع بتاعنا بقى كده. اوكي، يعني اي حد عايز يعمل يبقى ترند يقل. صحيح، يعني خبر كويس قوي ان الكلام اللي انت بتقوليه عشان منافي للكلام اللي كان بينتشر على السوشيال ميديا. انا بقول اللي هي قالت لي بلسانها الله يرحمها. طيب الحادثه دي حصلت قبل قد ايه من مقتل نورهان؟ نعم، الحادثه دي اللي هي لما شهدت بالحقيقه قبل قد ايه من الحادثه؟ حرق العربيه كان بعد الحادثه، بعد الشهاده دي بحاجه بسيطه. هل حقيقي ان هي من حوالي 3 4 سنين؟ هل حقيقي لما هو حرق لها العربيه هي راحت واشتكت وبعد كده اتنازلت عن حقها؟ هي ما اتنازلت حق المدني عن ال 100,000 جنيه، هو اتحكم عليه ب 3. طب هي اتنازلت ليه؟ هل حقيقي 100,000 جنيه اتنازلت ليه تتنازل عن حقها؟ اتنازلت علشان هي قالت لباباها، باباها طبعا راح شاف الحاله الماديه بتاعت اهله ان هم ناس على قدهم وكده، فقالت له هم دول يعني الناس هيجيبوا 100,000 جنيه منين، وربنا ابتلاهم بابن عاق. ابن عاق، هم هيعملوا ايه؟ هيجيبوا منين 100,000 جنيه وحالهم على قدهم، ناس على قدها، هو كمان من قلبها الرحيم. طيب هي تعرفي اي حاجه عن اهله، عن حالتهم دلوقتي، بيعملوا ايه؟ بتعرفي اي حاجه عنهم؟ للاسف مفيش تواصل، لان هم اكيد في حاله لا يرثى، اكيد يعني ناس منهاره. طب يعني اتلقيتي الخبر ازاي لما عرفتي موجوده معاهم؟ عرفتي الخبر ازاي لما نورهان اتقتلت؟ عرفتي من السوشيال ميديا ولا ازاي؟ انا عرفت من الجروبات بتاعتنا، بتاعت اول جروب عرفته من الجروب بتاع الحكام، لان هي كانت حكم برضو سباحه معانا، وعرفت يعني من الحكام زمايلي. طيب دلوقتي تتوقعي يحصل ايه؟ متوقعة ايه؟ يعني هتوقع ايه؟ هو خلاص انتحر، وهيجيبوا حقها من مين؟ يعني انا عايز اعرف هو حقها هيجي من مين؟ مفيش. ربنا دلوقتي اللي عايزاه اعرفه هو ازاي دخل حرم الجامعة بالعربية. ما هو ده سؤال غريب، ازاي دخل معاه سلاح جوه الجامعة؟ اللي يسأل بقى الامن امن الجامعة يتسأل في الكلام ده، ازاي يدخل الجامعة؟ ازاي؟ طيب هل في اجراءات تمت ضد الجامعة او ضد السكيورتي بتوع الامن بتوع الجامعة؟ عندي فكرة والله ايه اللي حصل، بس اكيد الجامعة مش هتسكت، يعني جامعة عريقة زي جامعة القاهرة اكيد هيكون في تحقيق في الموضوع ده. اكيد مش هيعدوا الموضوع، ازاي ده يدخل بسلاح؟ وازاي زمايلها كمان في المكتب؟ ربنا يرحمها ويا رب الاجراءات. يضربها طلقه واثنين وثلاثه واربعه وهم بيتفرجوا، ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، وربنا يرحمها ويصبر قلبك ويصبر اهلها يا رب. وشكرا شيماء، شكرا ان انت وضحتي حاجات كتير كانت الناس ما تعرفهاش. دلوقتي معانا الاستاذه المحاميه بالنقد، الاستاذه مها ابو بكر. الو، ازاي حضرتك؟ أستاذة مها سمعيني؟ ألو أستاذة مها سمعيني؟ معانا على التليفون أساتذة. ألو، أيوة يا فندم، مساء الخير. أيوة يا فندم، إزاي حضرتك؟ أستاذة مها أبو بكر المحامية بالنقد، صح؟
اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. حضرتك عارفه الملابسات القضيه اللي كنا بنتكلم عنها لنورهان اللي اتقتلت صحيح؟ والله يا استاذه ساره هي القصه مش بس نورهان، القصه نورهان وقبلها نيره وقبلها صحيح. يعني بنات كتير من ولادنا او من بناتنا بيعانوا بسبب سنوات من التحريض ضد المراه وضد الفتيات للاسف الشديد. للاسف للاسف طبعا. طيب في سؤال معلش حضرتك، لما حصلت القضيه دي او المقتل نورهان حصل في حرم الجامعه، ازاي الراجل ده او الولد ده قدر ان هو يدخل جوه الجامعه ومعاه سلاح؟ هنا ايه الاجراءات اللي ممكن تحصل مع حرم الجامعه او مع السكيورتي او الامن؟ ازاي هنعرف مين اللي ساعده؟ طيب خلينا نقول ان دلوقتي قصه الكاميرات اللي بقت موجوده في كل حته ان ده عنصر امن وامان لينا جميعا كمواطنين. فاحنا عندنا اكيد كاميرا جوه الجامعه على البيبان بتاعه الجامعه اللي بيخش منها الطلبه، هنقدر نجيب الكاميرات ونعرف مين اللي كان موجود من الامن في الوقت ده على باب الجامعه ومين اللي سمح له بالدخول. يعني اهل نورهان هم اللي لازم ياخدوا الاجراء ده. اولا اهل نورهان لازم ياخدوا الاجراء، وايضا من حق الجامعه ان تتصدى من تلقاء نفسها لتحقيق اداري داخل الجامعه، يعني غير التحقيق الجنائي يا استاذه ساره. احنا امام دلوقتي نقطتين، تحقيق جنائي من قبل النيابه العامه وايضا تحقيق اداري من جانب جامعه القاهره. صحيح. طيب استاذه مها، ازاي البنات تقدر ان هي تحمي نفسها وهي ماشيه في الشارع؟ والله يا استاذه ساره خليني اقول لك انه احنا يعني بقالنا حوالي 6 سنوات عندنا تطوير للبنيه التشريعيه غير مسبوق فيما يتعلق بالقوانين التي تحمي المراه وايضا الطفل وايضا القوانين اللي لها علاقه بفكره الحمايه لذوي الاحتياجات الخاصه. القصه مش في القانون، القصه في البيئه الحاضنه للقانون، هي دي الماساه اللي احنا عايشينها حتى اللحظه، ان انا عندي قانون لكن في نفس الوقت مش قادر احمي. ليه؟ لانه ولد زي قاتل نيره او زي قاتل نورهان هو في وجهه نظره ان البنت ملك يمين له او مفعول بيه. شايفين ان هي ملك ليه، يعني ايه يعني تتجوز حد تاني؟ يعني انا مش فاهمه ايه التخلف. بالظبط. اذا نحن الان امام معضله ليها علاقه بالبيئه المحيطه، البيئه المحيطه تستوجب علينا ان يكون في توعيه من كل الاماكن اللي ينفع ان هي تاثر في تشكيل الوجدان للمواطن المصري من اول الاعلام والثقافه والمدرسه. طيب لو معلش انا عايزه اعرف من حضرتك، انا دلوقتي لو ماشيه في الشارع وتعرضت لتهديد، تعرضت لابتزاز، تحرش، اي حاجه، ايه بعمل ايه في الحاله دي عشان البنات تتفرج علينا؟ انا اقدر اروح لفين؟ اروح اسم واقدم واعمل محضر؟ طب لو انا ما اعرفش الشخص ده؟ تمام، احنا اول حاجه بنعملها ان احنا نقدر نتصل بالنجده. تمام كده. ليه بتصل بالنجده؟ بس بتحاله النجده بتيجي في مكان الواقع. تمام. النجده لما بتيجي في مكان الواقع، اولا لو في شهود هتقدر ان هي تاخد شهادتهم، لو في كاميرات هتقدر ان هي تفرغ الكاميرات. صحيح صحيح. بالتالي هيكون عندي هذا المحضر الشرطه لو قوت ان انا اقدر ان انا اتعقب الجاني. تمام. دي واحد. اثنين، كل اسم شرطه النهارده فيه وحده متعلقه بيه ان هي تتعامل مع هذه القضايا، والحقيقه ان ده يعني شكر كبير جدا لوزاره الداخليه في هذا الامر. الحاجه الثالثه انه او الرابعه انه في دلوقتي ايضا توجه من النيابه العامه وايضا مؤسسات الدوله له علاقه بانه حمايه بيانات الضحيه، ان هو ما يقدرش يوصل لبياناتها عشان يقدر يتعقبها بعد كده. دي حاجه مهمه جدا عشان طبعا. في ناس بتنتقم بعد كده. والبنات بيكونوا خايفين يروحوا يبلغوا عشان صحيح. ده تمام. اخيرا ان انا دايما بوصي بناتنا اتكلمي، ما تخافيش، انت لما بتتكلمي اولا بتاخدي حقك، ثانيا انت بتحمي المجتمع من ضحايا محتملات. وان احنا لو عايزين بكره مصر تكون افضل فيما يتعلق بالامان للست المصريه او بناتنا لازم نتحرك ولازم نحمي المجتمع بالتصرف القانوني بتاعنا. صحيح. شكرا جدا لذوق حضرتك وشكرا للمعلومات اللي لازم كل البنات تسمعها بجد. قالت كلمة مهمة أستاذة مها، ما تخافيش لو تعرضتي لابتزاز، تهديد، تحرش في أي لحظة وأي وقت، لازم تروحي أول حاجة تطلبي النجدة، ولو ما عرفتيش ولو جري لو حصل أي حاجة روحي لأقرب اسم واعملي إثبات حالة واشتكي. ما تخافوش لو تعرضتوا إنه حد عايز يعمل فضيحة، افضحي الفضيحة.
افضحي الفضيحة وما تخافيش وما تقلقيش، عشان احنا في بلد تحترم الست جدا وتحترم القانون جدا. دلوقتي اخر خبر معانا النهاردة هو مش ترند ولكن خبر مهم جدا لكتير ناس من مرضى السمنة في مصر. كلنا عارفين ان السمنة ازمة كبيرة وبتخلي صاحبها مش قادر يعيش حياته بشكل طبيعي، ولكن الحلول كتيرة. عايزة اقول لكم ان هيئة الدواء المصرية وافقت على طرح شركة ايفا فارما لدواء ايفا نيو تريم، وهو مستحضر جديد لعلاج السمنة وزيادة الوزن. وخلال مؤتمر الصحفي للشركة اكد اساتذة التغذية الاكلينيكية ان المستحضر الجديد هيساعد الناس انها تتحكم في رغبتها في الاكل وكمياته برضه واستخدام الطاقة بتاعتهم، ويؤدي لتحسين الانتظام على العلاج. وطبعا اهم حاجة هي الارادة. هسيبكم دلوقتي مع التقرير عشان تعرفوا تفاصيل اكتر، وهنرجع تاني نكمل فقرات فيس اوف. احنا بنبارك لنفسنا، بنبارك لشركة مصرية، بنبارك ان احنا نزلنا اول دواء مصري يتحكم في الشهية عن طريق الفم. الدواء ده مرخص ومجاز استخدامه عالميا، من 2014 موجود في امريكا، من 2015 موجود في اوروبا. كنا بنعاني ان هو مش موجود في مصر، كان لازم في تقنية معينة تبقى موجودة في المصانع عشان يتصنع. الحمد لله الشركة وفرت هذه التقنية. الحقيقة دواء فعال آمن سهل الاستخدام طالما تحت إشراف طبي، لأنه بيتاخد من سن 18 ل 65 سنة. يجيب نتائج كويسة قوي عشان يتحكم في الشهية، فبالتالي مع اتباع نظام غذائي ورياضة بنوصل للوزن المثالي. ومهم قوي إن احنا نتابع الوزن على طول باستمرار، يعني اللي يخس مش لا يحاول ينظم أكله ويقيس دايما نفسه بالمزورة والميزان عشان يوصل للوزن والصحة المثالية. الكونسبت او المفهوم الجديد لمرض السمنه وتعريفه اللي احنا قلناه، ان المريض محتاج يتعالج ويغير نمط حياته الى الابد بمساعده الادويه، وفي بعض الاحيان العمليات الجراحيه اذا الامر تطلب ذلك. ضروري اخد الدواء عشان يساعدني لتغيير السلوك نمط الحياه بتاعي، خصوصا في حالات محدده اللي هي دايما بتعاني من الجوع العاطفي، اللي هي دايما بتلقط اكل او بتختار الاكل بناء على شهيه. يعني ممكن ما بقاش جعان بس انا بحب الحلويات فهاكلها حتى لو انا شبعان، هاكل هلقط حاجات بقى السناكس النشويات المقليات، وده بعمله بدون تفكير. اذا انا محتاج حاجه تساعدني عشان اوقف هذا السلوك، ودي ميزه كبيره للدواء ده، انه احنا بنستخدمه للحالات دي فبتقدر تتغلب على الشهوه او الاكل العاطفي، وده بيحل مشكله كبيره من اللي هي بتعاني منه. تاني حاجه للتثبيت زي ما قلنا، ان انا بكمل بعد ما بوصل للنتيجه بتاعتي علشان اقدر احافظ على الوزن الجديد المكتسب. النهارده احنا اكننا بنحتفل باخيرا بقى في دواء للتخسيس للسمنه بتركيبه مختلفه مش موجوده، يعني مش موجود منها قبل كده في السوق المصري. هتفيد العيان المصري بشكل كبير جدا، خصوصا الناس اللي بتبقى عايزه تخس مش عارفه. خلينا نتكلم برضو بشكل محدد على الجوع العاطفي. الدواء ده ميزته انه بيشتغل على الجوع العاطفي، اللي هو الناس اللي بتبقى زعلانه بتاكل، فرحانه بتاكل، مضغوطه ستريسد بتاكل. فالدواء ده بيساعد ان الشخص اللي عنده المشكله دي يقدر يتحكم جدا في جوعه، وبيبقى حاسس دايما ان هو شبعان، وبيقدر بعد كده انه يلتزم على النظام الغذائي اللي الدكتور بيكتبه له علشان يقدر يخس بشكل احسن. ورجعنا تاني عشان نكمل فقرات فيس اوف. والحلقة الفقرة دي انا بحبها جدا، واللي هي فقرة النجم. كل ما بنقرب من مناسبة وطنية مهمة في تاريخ مصر، خصوصا يعني مثلا زي انتصار اكتوبر، بنفتكر اشخاص كان ليهم دور بطولي ومهم جدا.
الحقيقة ان احنا عندنا شخصيات فنية استثنائية، مش بس متعتنا باعمال رائعة، ولكن كانت بمثابة قدوة ومثل نتشرف بيه وبنتكلم عنه لأطفالنا. من اهم الشخصيات دي المطرب القدير الراحل سمير الاسكندراني، اللي ساب لنا قصة وطنية بنحكيها لحد النهاردة، وكان حقيقي رمز وطني وفني ولن يتكرر تاني. والنهاردة مشرفنا ومنورنا الأستاذ سامي الاسكندراني، شقيق الفنان سمير الاسكندراني، منورنا جدا. الله يخليك. دلوقتي بس هستأذنك ان احنا هنروح الفيديو عن الراحل وهنرجع تاني. تمام، خلينا نشوف. Take me back to Cairo beside the river Nile. My heart belongs to Cairo. Oh, oh, Cairo, where I have found my smile. الله. طب ابتدي منين؟ ابتدي من التاريخ الفني، عن اعماله، ابتدي عن اتكلم عن دوره البطولي اللي كان لغايه النهارده احنا بنتكلم لاطفالنا وبنحكي لهم قد ايه كان ربنا يرحمه كان مؤثر في مصر كلها. يعني كان انجازاته ربنا يرحمه وكده، يا رب يا رب يعوضه الجنه باذن الله. انا لاحظت انه في شبه، يعني لما شفت حضرتك على الواقع، طبعا عارفه حضرتك، بس في شبه كبير قوي. تمام، عايزه اعرف مين الاكبر. أكبر هو سنة. الله يرحمه، الله يرحمه، بثلاث سنين ونص، مش كتير يعني. لا بس ما شاء الله، يعني في شبه كتير قوي. صحيح. عايزة أعرف بالبداية من نشأة أستاذ سمير. اللي عرفه أنه منطقة الجمالية، صح؟ لا، النشأة لا، إنما منطقة البلد الأزهر، شارع الأزهر. أوكي. والسيدنا الحسين، المنطقة دي. أوكي. ما زمان دي كانت مصر. يعني في هناك في شارع الأزهر في بوابة على شارع الأزهر، بوابة وفي بوابة في الناحية في المقابل ليها، واحدة منهم بوابة المتولي، متالي للناحية التانية. والبوابة دي، فأبويا الله يرحمه كان يحكي لي زمان، أما البوابتين دول يتقفلوا تبقى البلد اتقفلت. صح. وبعدين والدي الله يرحمه من مواليد سنة 9، ما شاء الله، 1909. فلما كان عمره 10 سنين ولا حاجة، فهو كان نشيط زيادة يعني بطبيعته. فبيحكي لي، يقول أنا كنت أمشي من عند الجامع الأزهر لحد العتبة وارجع. في المشوار ده يا قابل واحد اتنين، يا ما قابلش حد. بس سنة، قولي كان هو عمره 10 سنين، سنة 19، سنة 20، يا واحد يا اتنين. النهارده حضرتك ما تقدريش تمشي هناك. احنا بنتكلم 100 سنه ولا بالعرض. طبعاً, طبعا. وبعدين انا بديكي فكره عشان تشوفي الفرق. صحيح. مصر بين التوقيت وبين دلوقتي. مثال تاني، جدتي الله يرحمها، والده والدي، زوجها مات وهي شابه صغيره. فوالدها قال لها، يا فاطمه بنتي، الذهب اللي انت لابساه ده هاتيه ابيعه واشتري لك بثمنه أرض عند هنا في المنطقة في الأزهر. أرض بكام؟ أرض سنة، قولي هو مات وكان والدي عمره 10 15 سنة، تكلم 30 تقريبا، 29 قبل 30. كان الأرض المتر المربع بمليم. فرق فظيع. بمليم. فالذهب بتاعها كان دمنه 20 جنيه. كان جاب 20,000 متر مربع. فبكت وقالت له، لا يا ابويا انا عاوز الذهب. لا خلاص يا بنتي، ده ثروه. فانا بقول للعيله وقرايبي واولاد عمي، بقول له لو كان ده حصل، ايوه، النهارده المتر طبعا بمليون جنيه. طبعا. فال 20,000 متر كانوا ب 20 مليار جنيه. ده فرق التوقيتات. فاحنا نشأنا في هذا المكان، وولدنا في بيت جدتي الله يرحمها، ام ابويا. ووالدي كان بيحب الفن والادب بطبيعته. هي دي، عايزه اعرف البيئه الفنيه دي البيئه ازاي اثرت فيكم؟ اثرت فينا واثرت في سمير. سمير عايزه اعرف ازاي. كان والدي كان البيت في احنا ساكنين فوق اربع ادوار، فاحنا في الدور الرابع. بيتنا بيت جدتي. ففي سطوح فيه كبير، فوالدي كان دايما يدعو فيه مجموعه من الشعراء والادباء والفنانين. وهناك ده كان سهل لان الناس كانت متواضعه. صحيح. يعني مش صحيح. الشيخ زكريا احمد يا ما جانا في البيت، الاستاذ رامي، كبار الكتاب، كبار، فكانوا يعملوا يقعدوا جلسه
سمر. أيوة. جميلة جدا جلسة سمر بقى، فيها أحمد رامي، فيها الشيخ زكريا، فيها وفيها وفيها، ففيها كلام وضحك وغنى وهزار. ووالدي كان بيغني، كان صوته حلو، ما كانش محترف، كان بيغني كهاوي، صوته كان جميل جدا. كان بيغني كهاوي عشان كهاوي برضو طبعا. في بعض المعلومات انه والد حضرتك كان تاجر موبيليا، هو تاجر موبيليا، عشان كده انا قلت انه تاجر موبيليا، فهو ايوه صوته حلو ودنه حلوه وبيسمع، ولكن ازاي جه الرابط ده ان انتوا بتعملوا جلسات سمر؟ هو اللي كان بيعمل، بيدعو دول. أيوة. اصدقائه من مجاله في التجاره، عارف ناس كتير ومنهم دول، وهؤلاء كان يدعوهم وتتعمل قعده جميله جدا في هذا السطوح، ويغنوا ويعملوا. مين اللي كان بيجي يقعد؟ سمير. سمير كان طفل، هو كان قولي مثلا 8 9 سنين، هو اكبر مني 3 سنين ونص. أيوة. في ذلك الوقت 3 سنين ونص فرق كبير. اما كبرنا طبعا بقى فرق مفيش، لكن واحنا صغيرين سمير بالنسبه لي كان البطل بتاع ماي هيرو. ايوه ده اللي انا عايز اعرفه اهو، وده اللي هقوله لك. كنا اصحاب ولا كنا اصحاب جدا، بنتكلم كل حاجه انا لبعض. هقول لك يعني انا ابتديت ادرك معنى اخويا الكبير قولي في سن مثلا سنتين سنتين ونص، معقول افهم يعني مع ايه؟ مع ان في السن الصغير ده بيبقوا لا هم لا 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 ابتديت اقول لك افهمه ازاي مش صحاب. اتفضل. يعني وانا سنتين ونص هو كان 6، وانا 3 سنين هو 6 ونص. فافرضي بلعب، اولا كنت دايما اقول اخويا ما اقولش سمير، ومثل عليه اخويا جه اخويا فين. كويس. افرضي بلعب بالكوره فطلعت فوق الدولاب، فانا اعمل ايه؟ اقف بقى محتار مش عارف اعمل ايه يا اخويا، فيجي فهو يشعبط ويطلع ويجيبها لي. فبقول لك هي واز ماي هيرو، هو كان البطل بتاعي في السن ده. حضرتك بتقول بطل، هو حقيقي كان بطل، ومصر كل العالم كله قبل حته البطوله دي بالنسبه لي كطفل كانت البذره دي موجوده، كان البطل بتاعي. لا ما انا بقول لك في حاجات بسيطه، اما يجيب لي الكره من فوق الدولاب ده مش انجاز بطل. أيوة عظيم. ايوه ايوه. لكن ليه انا حللي مشكله انا ما اعرفش حلها. وبعدين اقتربنا هو بقى من ناحيه ان هو انا اخوه الاصغر اللي هو بيرعاه. ايوه. فده بيعمل محبه وارتباط. أيوة. وانا بالنسبه لي اللي بيحللي المشاكل. صحيح. انا اذكر مره مثلا، بس كنا كبار بقى شويه، قول انا كنت 12 هو 15. فكنا ماشيين في ميدان الاوبرا جنب سينما اوبرا. ايوه. ماشيين في الشارع، فكان في ناس قاعدين كان في سجاد، محل بيبيع سجاد. فقاعدين الناس يصبغوه ويعملوه. ففي ولد ماشي معدي من اكبر مني شويه بسنتين ثلاثه، ما تفهميش ليه عكسني ضايقني، ما انا مش فاكر عمل فيه ايه ساعتها. فانا كنت نرفزت عليه وزعقت وبتاع، فسمير جه ايه في ايه؟ قلت له الولد ده ما اعرفش ايه، فمسكه بشده قال له تعالى هنا. ففي ولد من اللي قاعدين بيعملوا يصبغوا السجاد، تصور الموقف ان ده ولد عمره مثلا 15 سنه ماسك ولد عمره 13 14، فراح قايم هو عشان يدافع، وراح ماسك سمير من رقبته ودك 20 25. سمير 15 انا 13، فانا ابتديت اعيط واضرب فيه اقول له سيبه ماشي. المهم ترتب على ده ايه؟ لما رجعنا البيت حكينا لابونا. تاني يوم كان في مدرب ملاكمه ابويا جابه في البيت، وابتدينا ناخد دروس ملاكمه انا وسمير. كده كده انصغر، ترابطنا جدا وبقى في بينا خبرات وحياه، وكبرنا بقى على كده. طيب بنت الجيران الايطاليه عرفتها منه؟ بنت الجيران دي كان بيحكي لك؟ لا، بنت الجيران دي جت في مرحله لاحقه جدا. احنا في سن لما بقينا مثلا 17 18 انتقلنا بقى من الحي القديم الى شارع عبد العزيز. اوكي. يعني البنت الايطاليه كانت في شارع عبد العزيز. شارع عبد العزيز كان فيه عمارتين هناك ملك ابن عم ابويا، اسمه عمارات الاسكندراني. اوكي. تمام. فهم عمارتين مربوطين ببعض، في حاجه اسمها كيول دي ساك بينهم، رابط والسطوح مربوط. أيوة ببعض. ايوه. فدول ليهم قصه برضو، العمارات دي رحناها. أيوة. ما انا بحكي لك حواديت. ايوه كتيرة. ايوه احنا عايزين نعرف التفاصيل دي. والدي الله يرحمه كان بيدير اعمال ابن عمه عمي عباس الله يرحمه. الله يرحمه. ففي يوم
اولا شارع عبد العزيز ده كان شارع مهم جدا لانه جنب قصر عابدين اللي فيه جلاله الملك. فشارع عبد العزيز ده كان كله معظمه اجانب وما يبقاش فيه حد الا بانتقاء شديد. أيوة. انت قريب من قصر عابدين. آه. فيوم والدي كان في مشوار فجاه دخل ابن عمه قاعد شكله متاخد وكاتب ورق قدامه وبيمضيه. فابويا انا اديتك فكره عن شخصيته. ايوه سمير ورث شخصيته. ايوه الى حد كبير هو الاكتر الاندفاع. الشده. البتاع في المواقف الصعبه يبان. دي كانت صفات ابويا. ايوه حتى الغنى ابويا كان بيغني. ايوه حلو صح جدا. حضرتك قلت صوته حلو. كان هاوي ولكن كان صوته جميل ومتقن. وسمير قعد حتى في بدايات سمير في بداياته ما غناش عربي. كان بيغني ايطالياني. ايوه اساسا وفرنساوي وانجليزي وحاجات. الايطالياني ده تعلمه عشان بنت الجيران؟ لا مش بالظبط ليها حته هجيب لك. ايوه عايزاه ماشي هقولها لك. ماشي تمام. فكان عمي قاعد مضطرب فابويا دخل قال له في ايه؟ قال له قاعد قدامه اربع اشخاص. قال له سياده الرتب كانت ايامها ايه؟ البجباشي فلان. ما كانش مقدم. كان بجباشي وامير الله فلان. اربعه. طب ايه ده؟ في اربع شقق فضيت في العمارتين بتوع عمي. ايوه. فدول من حرس جلاله الملك فجايين ياخدوا الشقق دي. اوكي. وعمي قاعد بيمضي لهم عقد الايجار. فابويا ما عندوش الكلام ده. قال له كويس قوي. اهلا يا فندم. اهلا. وريني كده يا عباس بيه ده ابن عمه. ايوه. فخد قرا فراح ماسكه ومقطعه. اه. فدكه قال له انت بتعمل ايه؟ قال له بعمل اللي انت شايفه. قال له انت عارف بتاع؟ قال له اتصرف حضرتك زي ما انت عاوز. قاموا منفعلين وعمي عباس كان مضطرب. ايه يا فؤاد اللي بتعمله ده؟ فراح كاتب شكوى الى وزير الدفاع. كان وزير الدفاع حيدر باشا اعتقد في ايامها. وكتب له قال له حصل كذا وكذا وكذا وهذا لا يليق لان ده هيدي فكره عن الجيش. صح. ان هو يمارس سلطاته على المواطنين. صحيح. وانه وابويا برضو كان بيكتب حلو جدا. فكتب وقدم هذه الشكوى وقبلت والاربعه دول اتوقفوا وبتاع. فشقه منهم خدناها احنا خدها ابويا والثلاثه التانيين خواجات. فروحنا شارع عبد العزيز. هي دي. ايوه شارع عبد العزيز كان الدور. احنا كنا ساكنين في العماره دي. أيوة. في الدور الرابع. ايوه العماره الثانيه في فوق خالص دور السادس ساكنه عيله ايطاليه فيها البنت يولاندا. ايوه يولاندا. كان عمرها 15 سنه مثلا. اوكي. سمير قولي كان انا اقول لك كان كام انا هجيب لك هفتكر التواريخ. هو دخل كلية الفنون الجميلة سنة 55 خد ثانوية عامة 1955. ماشي يعني دخل كلية الفنون الجميلة 55 تخرج 60 ف 55 هو مواليد 38 كان عمره 17 سنة. اوكي. فيولاندا كانت جميلة جدا وكل الجيل حبها مش هو بس يعني هي كانت الفتاة الجميلة. فسمير عجبته جدا وحباها جدا وابتدى دخل كليه الفنون جميله في نفس الوقت. كليه الفنون جميله كورس مهم جدا بياخدوه في الاول تاريخ الفن. فتاريخ الفن كله ايطالي. كل تاريخ الفن ايطالي. ليوناردو دافينشي. مايكل انجلو. انجلو. أيوه. انجلو مايكل انجلو وليوناردو دافينشي ورافائيل ناس كتيره. فشدوا. فاللي كان بيدرس الكورس كان دكتور مصري اسمه طه فوزي الله يرحمه. وكان بيدرس برضه لغه ايطاليه. أيوه. الاثنين. فسمير دخل في ده وفي ده. وفي اللغه الايطاليه علشان هو ابتدى يتكلم مع يولاندا. وكنا كلنا بنطلع السطوح فوق بنات واولاد وبتاع نتكلم مع بعض. فعلشان يتقرب ليولاندا كمان ده اداله حافز. ايوه فتقدم قوي في اللغه الايطاليه بسرعه وفي تاريخ الفن. وهنا حصل البعثة لما طلع لإيطاليا. البعثة جت ازاي؟ طه فوزي قال له يا سمير انا هبعتك في معهد لتعليم اللغة الإيطالية. أيوة. في شارع الجلاء. شارع كان في الإسعاف. اسمه دانتي أليجيري. ودانتي أليجيري ده أديب إيطالي قديم فده اسمه كذا.
فرح. فطلع الاول على ده كورسات، ده حاجه أيوة. يعني ده بيروح ياخد كورسات. انا عايزه نتكلم اكتر عن دوره البطولي اللي ابتدى دور من بعثه البعثه الايطاليه، بعتوه ايطاليا. أيوة. بس هستاذنك، احنا هنطلع فاصل وهنرجع نتكلم طبعًا. عن الموضوع ده باستفاضه اكتر طبعًا. ورجعنا تاني من بعد الفاصل عشان نكمل أهم الأخبار وأهم الحاجات اللي ناس كتير يمكن ما تعرفهاش من الجيل الجديد، وضروري قوي إن هم يعرفوها من مصدر موثوق زي الأستاذ سامي الإسكندراني شقيق الراحل سمير الإسكندراني. وصلنا بقى للبعثة لما رحنا إيطاليا. وصلنا بقى لإيطاليا. أولا تاني بحب أأكد، هو راح إيطاليا نتيجة لتفوقه في كلية الفنون الجميلة في اللغة الإيطالية. فالراجل بعته إلى معهد دانتي أليجيري اللي كان معظم الطلبة اللي فيه خواجات مصريين، أجانب مصريين من أصول فرنسية إيطالية يونانية موجودين في مصر. فطلع الأول عليهم في اللغة الإيطالية مع إن مفروض هم أقرب إلى اللغة الإيطالية. صحيح. لكن ممكن ده حب ليولاندا يعني حمسه خلاه يدرس اكتر عشان برضه يعرف يتكلم معاه. فالاثنين هم موجودين. صحيح. يعني القصه، لكن دخوله مجي عن طريق الدراسه اول. أيوة. طلع الاول فادوله منحه انه يسافر ايطاليا في هناك جامعه في بلد اسمها بيروجيا. الجامعه دي جامعه لتدريس اللغه الايطاليه وادابها. والمدينه كلها مبنيه على الجامعه، وفي بره في اوروبا وفي امريكا بلاد كده تلاقي المدينة كلها اللي مشغلها الجامعة. فكانت في الصيف يجي لها طلبة من كل أوروبا ومن كل العالم. ياخدوا يقعدوا في فترة الصيف. فسمير راح في الفترة دي. أنا عايزة أوصل للنقطة من لما النقطة جت في السنة اللي بعديها. أي السنة التانية حوار إنه الموساد الإسرائيلي الموساد لما حاول إن هو يجنده. طبعا ده كان تاني السنة اللي بعد. في السنة دي راح انبهر بإيطاليا جدا. ليه؟ لأنها حرية كبيرة جدا. فن كبير. ينزل في الشوارع يرسم لوحات. أيوة. يغني في الجامعة. لا نفسه. يغني في بتاع. لا نفسه فعلا. صحيح. الجامعة متاح. وهو الحقيقة في هذا السن وفي هذه المرحلة زي أي شاب عربي. أيوة. بيحب البنات جدا. فهناك كم بنات غير معقول أوروبيات. صحيح. عاش حياة لا نفسه. فرجع. مرتبط في إيطاليا بقلبه. تاني سنة كان في كلية الفنون الجميلة في سنة تانية. أيوة. طلع الأول تاني. أوكي. فبعتوه تاني. أوه. سنة كان بقى 57 58 57. أوكي. إيه اللي حصل؟ هم طلبوا في السنة دي، في السنة التانية. أيوة. دي بقى. أيوة. راح عادي. وراح بيروجيا وراح تاني في الجامعة. أيوة. فهنا اللي حصل، الموساد عندهم ناس يسموهم كشافين. عارفة فرق الكرة؟ أيوة. بيبعتوا كشافين. أيوة. يشوفوا الأولاد الموجودين. دول عندهم ناس كده سرحين. فهناك هو سمير قاعد وفي مكان وبيتكلم وبيغني في الجامعة ومنطلق وبتاع. فلقى واحد مراقبه وعينيه معاه. رايح جاي رايح جاي. فراح هو معاه بنت ظريفة بيلعبوا بلياردو. أيوة. وده كان مراقبه. فسمير شاف قال ايه حكايه الجدع ده. ايوه. فراح له قال له انا اسمي سمير الاسكندراني وسلم عليه. ايوه. انت عمال تبص لي طول الوقت. قال له فكلمه بلغه عربيه مصريه سليمه بلهجه مصريه سليمه. قال له انت مصري مش كده؟ قال له الله، هو انت مصري كمان؟ قال له طبعا. قال له طب، قال له انا معجب بيك، انت مصري ولكنك متميز جدا. بتغني ومنطلق ومشهور. بص الدخله عايز يدخل له. قام قال له انا سليم. قال له اهلا وسهلا. سليم ده اكبر. سمير كان مثلا 18 سنه ولا حاجه كده، ديكها 30 حاجه و30. قال له طب انت بتعمل ايه هنا؟ قال له لا انا بعمل حاجات كتيره، وانا تاجر في الالكترونكس وفي واساسا موجود في انجلترا، بس بعدي وبفوت وهنا بحب البلد دي. فبقى كده طبعا ده كله كذب. ده ظابط موساد. ايوه. طبعا ده بيحاول يشتغله يعني. لا ما هو هيقول هو مين. ايوه. 30 سنه اللي موجودين طلبه صغيرين. ايوه. فجي اهلا سمير اهلا. قال له انا احب قوي انت رشا لطيف اهلا بيك ربنا يخليك اتفضل انتهى ماشي.
تاني يوم ظهر سليم تاني، قال له سمير انا عاوز اعزمك بره انت وبتاع، انت معاك صديقتك هاتها معاك. فخدهم وراح في مطعم فعزم سمير طالب، بيجي له فلوس من مصر مثلا ما تعادل 20 جنيه في الشهر في ذلك الوقت. ده صرف عليهم وهم قاعدين يجي 200 جنيه يعني قد اللي بيجي لسمير في 10 شهور. فسمير ده لفت انت، قال له يا سليم ده كتير قوي. قال له يا راجل كتير ايه؟ قال له لا بص انا يعني اخلاقي وتربيتي لما تعزمني لازم اعزمك طبعا، بس انا مش هقدر اعزمك بالطريقه أيوة دي طبعا. قال له لا لا ما تتكلمش في الكلام ده، وايه احنا اخوات يا اخي، يا اخي المليان المليان يكب على الفاضي يعني، حتى عارف الامثله الدرجه بتاعتنا. ايوه ونشأت صداقه. ايوه وبس اللي حصل هنا انه لما رجع مصر ساعتها كان الرئيس جمال عبد الناصر ساعتها صح، فرجع وحكى لهم قبل ما طلب يرجع. انه لا قبل ما يرجع مصر آه. لا لا في جزء كبير جدا وهم هناك لسه كويس. فسليم تقرب منه وبقى يعزمه وبتاع، وسمير متحرج لان ولكن ما هيعمل ايه، استسلم محرم. بعد كده عزمه ما تيجي نروح نسافر مع بعض، هم في بيروجيا، تعال نروح روما عندي شغل هناك وبتاع. فراح مع روما فابتدى سمير يلاحظ عليه تحركات غريبه. وبعدين مره كان وفي روما كان خرج ما اعرفش فين، فلاقى واحد جاي من الاوتيل اللي كانوا فيه بينده على سليم بيقول له سينيور روبرتو. سينيور روبرتو ايه ده؟ ملاحظه. وبعدين حد زميلهم في زميل سمير في الجامعه قال له على فكره سليم ده مريب، ايوه في حد شاف معاه باسبور امريكاني في ذلك الوقت، هنا ابتدى يشوف عشان حد مصري يبقى معاه باسبور امريكاني عمليه غير طبعا دكة. ماشي بالطريقه اللطيفه والاخوه والمحبه. بعدين ابتدى على خفيف بقى مع الحرفنه بقى وسمير لقطه من هنا، قال له انت ايه رايك في الاحوال في مصر؟ قال له يعني كويسه. قال له لا كويس ايه، انت مش شايف ان عبد الناصر بيتجه بمصر ناحيه الشيوعيه؟ فتاني لمبه تانيه نورت ايوه على طول. قال له يعني دخل في الحته ايوه عايز يدخل فيها يدخل فيها طبعا. فما اعرفش ايه، فسمير قرر انه يعمل عليه خطه عكسيه. فابتدى يتجاوب معاه، قال له فعلا سليم انت عارف فعلا حكايه بيحاول يقنعه انه كلامك صح، عاوز يعرف هو ايوه حاجه سيئه وبتاع. قال له جميل، في منظمه لمقاومه انتشار الشيوعيه في الشرق الاوسط ودي بتقاوم ان الشيوعيه تنتشر في مصر وانا احب اضمك ليها. قال له يا ريت فيري جود ماشي. فدخل في الحته دي فابتدى يتكلم بصوره سلبيه عن عبد الناصر فيلاقي ان ديكها يتبسط. وبعدين يوم وراله مجله تايم ماجازين وفيها مقاله مكتوبه عن مصر سيئه جدا. وقال له اقعد اقرا اشوف دي. فسمير قاعد يقرا فقال له ايه ده؟ قال له دي مقاله انت عارف مين اللي كاتب دي؟ قال له مين؟ قال له انا. قال له انت؟ قال له اه. وخدت فيها معرفش 200 دولار ولا 300 دولار وانت ممكن اشغلك الشغلانه دي وتكتب حاجات وبتاع. فمهينه لمصر جدا، منها طبعاً مثلا صوره بوابه المتولي ومتعلق عليها بمسامير الاجزاء اللي بتزال من الذكور في الختان، عمليه الختان ومكتوب ان ده كذا. فهو طيب لا. ممكن اعرف بس عشان الوقت انا اسفه، ولكن انا اللي اعرفه انه في ناس حاولوا انه يتحول قصه البطوله دي لعمل درامي، ليه ما اتعملش عمل درامي؟ ما اتعملش، تمت المحاوله عده مرات وكل مره لاسباب مختلفه فما اتعملش. يا ريت يتعمل، يا ريت على ايديك اهي يا ريت نبتدي والله هذه الدعوه طبعا عشان احنا حضرتك طبعا منورنا والاخبار دي مهمه جدا الناس تعرفها، ولكن ليه يعني؟ هل حصل حاجه مقنعه او جديه؟ هل في حد رفض تحديدا انه لا؟ بصي في ظروف مختلفه السيناريو اتكتب وبعدين فتره ما كانش اتحط في صوره انه سيناريو، كتبت قصة ايوه وبعدين كذا واحد كتبوها اكتر من فرد كتبوها وبعدين في الاخر عملناها بقى سيناريو وخدنا الموضوع بجدية وحاولنا وكان في نقاش في حاجات كتيرة في تفاصيل كتيرة
يعني بعضها يعني تفاصيل. أتمنى 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 أنه بجد قائمين على السينما والفن والدراما في مصر نحن بجد ناخد بالنا من ده، عشان لم يكن دور عادي، هو بطل وهو من أهم أعمدة الكفن كتاريخ، كأثر في مصر جدا، أثر وساعد مصر كتير قوي، وهو بطل لازم كلنا نتكلم عنه. أقوى ما في هذه القصة أنه كان شاب مصري عادي عمره 18 سنة حاولت إسرائيل تجنيده، وهو بذكائه الفطري طبعاً وبتربيته الوطنية طبعاً من أبوه طبعاً ومن الجو اللي كان سائد سايرهم وأوهامهم أنه هيمشي معاهم. والغريب عمره كان 20 سنة 18 سنة، يعني معجزة يا جماعة. لا سوري أيوة سوري لا 20 صح؟ صحيح 20 تعرفوا 20 لا 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 صح صحيح. ده تم سنة 58 في سبتمبر تقريبا. هو مواليد 38 في فبراير. أنا عايزة أقول لحضرتك أنه الكلام ده بيحتاج 3-4 حلقات. أنا عايزة توعدني إن حضرتك تنورنا تاني أوعدك. عشان أنا الوقت والله هو اللي مقيمني. أوعدك بس بشرط. أيوة قولي. تبقى الحلقة كلها عن طبعًا هذا الموضوع عشان طبعًا. أنا والله أنا حقك علي. أنا حقك علي عشان حقيقي لا الكلام لا يمل من حضرتك، وحضرتك نورتنا، وعايزة أشكر حضرتك جدًا جدًا. للأسف الوقت دلوقتي بيخلص. عايزة أقول لكم إن شاء الله نتقابل بكرة في حلقة جديدة من فيس أوف. باي باي.